من تشوف هموم الناس تسقر عليك همومك. اي والله سبحان الله، أمم بشر سنوات عايشين في هالأماكن، في هالخيام هذه. شوف اسمها خيمة، والله لا تقي لا من حر ولا من برد ولا من مطر ولا من أي شيء. شوف سبحان الله، بعضنا شايل الدنيا على رأسه مهموم إنه ما عنده جار بيت، ما أثث بيته الجديد، ما أثثت صالتها، جار رمضان ما اشترت مواعين للحين، ما اشتروا ملابس قرقعان، ما اشتروا ما أدري إيش، ما هموم سخيفة. لما تجي هنا وتشوف عيشة الناس وحياة الناس، يا الله أقسم بالله تعرف قدر النعمة اللي تعيش فيها. تخيل أن أنت وعيالك هنا موجود، ولا وزيدك موجود هنا، لا وياك دينار ولا فلس ولا عندك أكل ولا عندك مستشفى ولا عندك لباس ولا عندك أي شيء. السلام عليكم. هذا بيت يا حبة، ترى والله بيت، والله العظيم بيت متكامل لأسرة شوفت عنكم، أم وأطفالها، وقاعد يطالعون المنظر، يطالعون منظر السلال. طبعا مساكين اللي ما عنده سم ما يقدر يجي هنا، يخافون من العسكر اللي موجودين، بس يطالعونها.